السلام عليكم ورحمة الله شباب، إن شاء الله تكونوا طيبين. هذا الفيديو ديال اليوم غنشوفوا الدور ديال واحد الكوموند اللي سميتها غوب خضوير لا ميزون فور اللي هي دونك. أنا نخدم واحد ليكزومبل، بار اكزومبل غادي نمشي عند، أنا هنا مكتوب عندي مايكروسوفت أوفيس وورد، غنمشي عند هذه الجملة غنأبليكي عليها واحد المجموعة تاع لا ميزون فور. بار اكزومبل غنمشي غنعطيها واحد الخط، ندير ليها الخط ديالها مثلا، غنزيد لاطاي ديالها، غنديرها اون غرام مثلا، غنديرها سونتري باغ اكزومبل، غنمشي نابليكي عليها لي بوردور. دونك لي بوردور هو واحد الاطار تيت ابليكا، دونك باغ اكزومبل غنابليكي عليها لي بوردور، غنختار ليهم شي لون باغ اكزومبل، نخدم بالوان عشوائيه باش دونك الوان عاديين وصافي. دونك ابليكيت عليها واحد المجموعه تاع لا ميزون فور باغ اكزومبل، غنمشي ندير ليها واحد اللون في لاغيار بلون مثلا. غنمشي نطلب ليها واحد الاسباسمون ابخي، غنبعد ما بينها وما بين الباراجراف اللي كاينه تحت منها، ولا ما بينها وما بين الجمله اللي تحت منها، اسباسمون ابخي. دونك فوالا، دونك هنا غادي نمشي نقص ليها مثلا من الغوتخي ديالها، غنقول ليها نقص ليها واحد 4 سنتيم على اليسار و 4 سنتيم على اليمين، وغندير اوكي. دونك انا ابليكيت واحد المجموعه تاع لا ميزون فورم على هذه الكلمه هذه اللي هي مايكروسوفت اوفيس وورد. مزيان، الا انا بغيت نفس هاد لا ميزون فورم اللي ابليكيت على هادي، بغيت نابليكيهم على مايكروسوفت اوفيس باور بوينت ولا مايكروسوفت اوفيس اكسس. اذا بغيت نابليكي عليهم نفس لا ميزون فورم، فغنجي هنا غنسيليكسيوني هادي وغنمشي عند هاد الكوموند اللي هي روبرودوير لا ميزون فورم، غادي نكليكي عندها ونتقاد مع السطر اللي بغيت. هاد الجمله هي اللي بغيت هنا، اذا كانت كلمه واحده فتنجي نكليكي عندها او نتقدم معها اغوش في الهامش حتى يبان لي فليش، وتنكليكي عندها فكيت ابليكاو نفس لا ميزون فورم اللي كانوا الفوق ابليكاو على الجمله التحتانيه. وهذا هو لو رول ديال لا ميزون ديال روبرودوير لا ميزون فورم. نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الدرس هذا. اذا كاين شي سؤال تقدروا تخلوا لي كومونتير وغنجاوب عليه من بعد ان شاء الله.